اتخيل معايا تكون عايز منزل عشان تستقر بيه انت وحبيبتك، فجأة بتنصدم انك بدوامة ومش قادر تخرج منها، والدوامة دي بيها منازل متشابهة لدرجة انك عند محاولتك الفرار تجد نفسك في متاهة ترجعك لمكانك الاصل. يبدأ فيلمنا مع جيم وهي معلمة، وخلال خروجها التقت بطفلة صغيرة واخبرتها الطفلة لماذا يقوم الطائر برمي اطفاله، واخبرتها انه البقاء للاقوى. وهذه الجملة بالضبط ركزوا عليها عشان هنفهمها بالآخر. بعدها إجا توم واللي هو حبيبها، وطلبت منه يروحوا عند وكيل عقارات عشان يشوفوا شقة للاستقرار بها. توم كان مش راضي بس هي أصرت، لحد ما راحوا وخبرهم إنه هناك منزل ليس بعيد وليس قريب. وعندما ذهبوا انصدموا من أن ذلك الوكيل اختفى، وعندما حاولوا الخروج وجدوا أنفسهم داخل متاهة لا يستطيعون الفرار منها. وبعد مرور بضعة أيام وجدوا طفل صغير بالخارج وقاموا بتربيته، ولكن ذلك الطفل كان يكبر بشكل سريع، وكان إن أراد شيء يبدأ بالصراخ إلى أن يقومون بتحضيره له. ذات يوم توم أراد أن يحبسه بالسيارة بدون أكل إلى أن يموت لأنه مل من تصرفاته، لكن جيما رفضت. وتوم كان في محاولة للحفر لمعرفة مسلك أو شيء كهذا. وذات يوم رايان اختفى في ظروف غامضة، وبدأت جيما بالبحث عنه، وعندما عاد وأخبرته بأن يتظاهر مثل ذلك الشخص الذي التقى به تحول لشكل مرعب. وبعدها بأيام قليلة كبر رايان، واكتشف توم أن داخل الأرض جثث ميتة، وأصبح رايان يغلق عليهم الباب. وأخبرته جيما أنه ندمت لأنها لم تجعله يموت ذلك اليوم. توم مات ورايان جلب لها أين تضعه وقام برميه في تلك الحفرة. وذات يوم حاولت أن تضربه لكنه فر هاربا ودخل تحت الأرض وقامت باللحاق به، وشعرت بالدوار لأنها كانت ترى كل من مروا قبلها، لحد ما رجعت لنفس المكان وكان رايان يقوم بتعديل المنزل وقام بدفنها، وذهب لمكان ذلك الرجل الذي رأيناه في البداية وقام بدفنه لأنه أصبح عجوز، وجلس مكانه وانتظر ضحية جديده.